كما تعلمون دخلنا في السنة السادسة من الجفاف رغم التساقطات المطرية الأخيرة اللي قلت من هذاك الضغط. إن اليوم وصلنا 4 مليار ديال المتر مكعب بالنسبة للسدود في الوقت اللي كنا ما تنجاوزوش 3 مليار و600. إذن وقع واحد تحسن ولكن تبقى غير كافي باش أنه نجاوزوا هذه الإشكالية بالقوة الكافية. ولذلك فما نقوم به هو أولا العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها جهة الملك محمد السادس أيده الله، خصوصا ما هو مرتبط بالربط ما بين الأحواض المائية اللي إن شاء الله غنوصلوا فيه، اللي هو مرتبط كذلك بتحلية المياه والمحطة ديال الدار البيضاء إن شاء الله الأشغال ديالها غتنطلق في الأيام المقبلة. ما هو وهنالك محطة أخرى التي سيتم العمل بها، ويكون هنالك محطة ديال أسفي وجديدة اللي تم إنجازها واللي غتستفد منها هذه المدن، وخلال هذا الشهر إن شاء الله 100% ديال الماء الشرب غيستفد منه الساكنة ديال المدينتين، ويتم تحويل كذلك البعض من هذه الإمكانيات المائية إلى المدن ديال سطات وبرشيد والدار البيضاء الجنوبية باش أننا في الصيف إن شاء الله فصل الصيف ما نكونش عندنا إشكالية كبيرة في هذا المجال. وهنالك بالطبع ما هو مرتبط كذلك بمعالجة المياه العادمة، هنالك برنامج كبير الذي يقوم به وزارة الداخلية في العديد من المدن من بينها الدار البيضاء، وهنالك كذلك ما هو مرتبط بالاقتصاد في الماء، وهذا مجهود جماعي ينبغي أن نقوم به جميعا في مجال الفلاحة، في مجال الصناعة، في مجال السياحة، في مجال الإدارة، وبالنسبة للمواطنات والمواطنين لمكافحة تبذير الماء. كتشرف رابطة المهندسين الاستقلاليين بمدينة الدار البيضاء أن تستضيفها في أحد لقاءاتها الفكرية والعلمية السيد وزير التجهيز والماء الدكتور نزار بركة في لقاء وحوار مباشر مع المهندسات والمهندسين للحديث حول إشكالية المغاربة اليوم هي إشكالية ندرة المياه. الماء طبعا لا يمكن أن نستغني عليه، أكان الأمر يرتبط بالشرب أو كان الأمر يرتبط بالفلاحة أو كان الأمر يرتبط بالنظافة إلى آخره، ولكن مع كامل الأسف كثير من الحكومات الأخيرة لم تعطي الأهمية التي يستحق هذا الموضوع. حتى اليوم أصبح الجميع يقر بأن ما نعرفه في الماء ليس الندرة ولكن سوء تدبير هذه المادة الرئيسية والأساسية. ثانيا التحولات المناخية أثرت بشكل كبير جدا في ندرة هذه المياه. إذا أضفنا الحكامة على التحولات المناخية اللي كيعرفها العالم وجزء منه المغرب، أصبحنا اليوم أمام الندرة الحقيقية، الندرة التي تندر بحرب العطش. مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية اليوم لولا المبادرة ديال تحويل الماء في إطار ما يسمى الآن لوتوروت دو باش نوصلوا الماء للدار البيضاء كنا سنعيش شيئا لا يحبه أي مغربي أكان ابن الدار البيضاء أو غيرها. وما يقع اليوم سيقع في مراكش ووقع في أكادير فيما يخص الفلاحة إلى آخره. إذا اليوم موضوع الماء الصالح للشرب اليوم هو اليوم موضوع تحلية مياه البحر. الحل الوحيد والأوحد لضمان هذه المادة الأساسية للمواطنين وتحلية البحر. هذا اللقاء اللي حقيقة غادي يكون مناسبة باش صوت المهندس فيما يخص هذه الإشكالية يكون يتقاسم مع الوزارة الوصية، وهذه شرف لنا لأنه الوزير الوصي على القطاع هو وزير استقلالي أولا، ولكن هي كذلك مناسبة لأنه هو موضوع تقني بالأساس كذلك، لأن ملي كنتكلموا على هذه الإشكالية كنتكلموا على بنية تحتية، بناء سدود، بناء طرق مائية، بناء مجموعة ديال التجهيزات، وهذه فرصة في هذا اللقاء اللي انضمتوا رابطة المهندسين لجهات الدار البيضاء سطات باش كل المهندسين يغنيوا النقاش ويجيوا باقتراحات عملية. أولا نسمعوا شنو هي التدابير اللي موضوعة لهذه المسألة هذه، وثانيا إبداء الرأي واقتراحات اللي غادي تكون إن شاء الله مفيدة بالنسبة للخريطة الطريق اللي غادي تدار في جهة الدار البيضاء، وهي مناسبة كذلك باش يمكننا نوقفوا حتى على الانجازات اللي دارت وشنو غادي يدار في المستقبل ان شاء الله.